بعد قتلهم المواطن محمد ربيع بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد وسابقة قتلهم للمواطن العيسوي ومحاولات قتل الثوار المعتصمين أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية بالمنصورة، بدأت تفكر الخلية في عمل أكبر، في أعمال كبيرة. لماذا لا نستهدف الكبار في المحافظة؟ هكذا كانوا يفكرون، كما كان يفكر قادتهم وكما يفكر قادتهم الآن. لماذا لا يستهدفون قادتهم الآن يفكرون لماذا لا يستهدفون السيسي؟ لماذا لا يستهدفون قادة القوات المسلحة، كبار الإعلاميين والصحفيين، وزير الداخلية ورئيس الحكومة وآخرين؟ لماذا لا يستهدفون كل هؤلاء لصنع فوضى عارمة في الوقت الذي كان يفكر فيه قادتهم في القاهرة في استهداف قادة الرأي العام في مصر والقادة السياسيين والعسكريين؟ كان يفكر الإرهابيون في المحافظات بقتل رموز هذه المحافظات التي تقف ضدهم وضد طموحاتهم وأحلامهم في العودة مرة أخرى إلى السلطة. نشوف كانوا بيفكروا إزاي ونرجع نقارن بين تفكيرهم وبين كلام رئيسهم المخلوع. نشوف ونرجع تاني. خلصنا كده اللي وقع فيها بعد محمد ربيع وقع البلد بعد محمد بتاع امبارح ده برضه كنتوا انتوا محددين ان تضربوه يتعدي اللي هو مين بقى اسمه؟ محمد العشوي. محمد اللي هو محمد جمال العشوي. شوفوا دايما بيجيب العيال على التروسيت والسكاكين يضرب الناس، او بعد ما نختم يصطادوا الناس حملوا على التروسيت بعد ما يهددوهم يروحوا يسلموهم لتمام. مين تاني كان في الحسبان؟ اللي كان في الحسبان التاني اللي هو بتاع شراجين بتاع الموز. ومين كمان؟ مين من الشخصيات المهمة اللي كنت حاطينها في الحسبان اللي هي بتحشد يعني؟ ما حطناش في الحسبان، احنا اتناقشنا يعني. في مين؟ دار في بالنا كده واتكلمنا في واحد فوت. واحد فوت، ومين تاني؟ بس كده بس. اللي انت اضفته النهارده؟ اسمه حسن ايه؟ حسن. كبير. نتناقش. ده كلام يعني ده كان لسه مجرد مناقشات ان انتوا ممكن تصطادوا خلال وحيد وحسن بيقول لك ده. طب ما احنا هنفضل يعني لما جينا نفكر ايه محمد العيسي منتظر دلوقتي ما هيطلع وراه هتضرب الواد ده الموز ما برضه هيطلعه يعني يجمع العيال ويعمل ويسوي. فهي القصه مش هتنتهي، هتشوف مين الدراع اللي اتحرك. الاساسيه الرئيس هنتكلم. يعني عايزين تصطادوا رئيسي احسن عشان تخلصه. ايوه. وانت كنت بتصطاد. نختار ونغتال الرئيسي افضل. ليه نفضل نغتال مجموعات صغيره، اعضاء صغيرين؟ ما نتوجه للكبار مباشره. هكذا فكروا في وحيد فوده، هكذا فكروا في وحيد فوده باعتباره الكبير هناك. والكبير لماذا؟ سوف نرى لماذا لما زمايلنا يعرضونا ازاي قال محمد مرسي اتكلم ازاي عن فوده في اخر خطاب لي يوم 28/6. في حد في المنصوره اسمه فوده بيأجر البلطجيه، وفي حد في الشرقيه اسمه عاشور بيأجر البلطجيه، وفي حد في المعادي بيأجر البلطجيه وبيديهم فلوس وسلاح. ايه الحكايه؟ هم دول ثوار ده وده وده وغيره وغيره اللي بيتحركوا مع أذناب النظام اللي فات. هديك بقيت يا سيدي من أذناب النظام اللي فات، وبقيت مشرف في برج العرب زيهم، وعملت أسوأ منهم آلاف بل ملايين المرات. أزقت هذا الشعب مر الألم، قتلت شبابه أمام
قصر الرئاسة في الاتحادية أمام مكتبك وسلطت عليه عصابتك بدم بارد، حاولت إصدار أوامرك لرئيس الحرس الجمهوري بقتل هؤلاء الناس، اديت إشارة لقتل عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والقادة السياسيين والعسكريين. ذهب صديقك ورئيسك الفعلي خيرت الشاطر إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ليهدده في مكتبه ويقول له أننا مسكين الناس بالعافية أنهم يمسكوا السلاح ضد المصريين ويقتلوا الناس في الشوارع، وقفتم في ربعة تهددوا الناس بالموت، قتلتوهم أمام مكتب الإرشاد في المقطم إلى أن وصلتم إلى بيتم أذناب نظام سابق مشرف في كل سجون مصر، وستنالون جزاءكم الرادع من قضاء مصري شريف ينتظركم جزاء رادع إن شاء الله. هكذا خططت هذه الخلية، هكذا تدربت، هكذا أخذت التعليمات، هكذا اشترت السلاح على عينك يا تاجر. فيديو صوت وصورة، ده بيتكرر في كل محافظة، ده بيتكرر على المستوى المركزي، ده بيتكرر على المستوى الدولي، لكن ده نموذج مصغر قدرت أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطني. وكل التحية لكل هؤلاء الرجال الذين يوصلون الليل بالنهار حتى يصنعون لنا أمنا حقيقيا. ثم يأتي بعض الإعلاميين للأسف ليهددوا وزير الداخلية على الهواء ويحلفوا برحمة أبوهم وبرحمة أمهم، أسلوب يقارب أسلوب البلطجية للأسف. إنما الوزير عمل وإنما الوزير سوى لإرهاب عشرات الضباط وإحباط عشرات الضباط اللي بيقوموا بالأعمال اللي انتوا شفتوها النهاردة واللي بيواجهوا في سيناء وبيواجهوا في الصعيد. بقول لكل زملائي عيب، عايزين ندعم هؤلاء الناس، مش حادثة هنا أو حادثة هناك، مش حد يجي يبكي نصدقه، نطالب بالتحقيق، نطالب بالردع، لكن أبدا لا نهدد وزير الداخلية، لا نهدد الحكومة إذا لم تفعل سيكون وسيكون. ماذا تملك أنت حتى سيكون أو سيكون؟ هدئ من روعك يا أخي، هدئ من روعك، فقد كان الرسول الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول إنني ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. اللي شفتوه النهاردة بكرة هتشوفهم وسام محمد محمود عويضة المرتبط بحركة حماس، جوز أخته أياد كان عضو في أو كادر مهم في كتائب الخاصة بحركة حماس، وقتله الإسرائيليون في عام 2003. يستخدم بيت أخته في أنه بيجيب الناس وعبر الأنفاق يرتاحوا عندهم هناك ثم يتم تدريبهم ويرجعوا. بكرة هتشوفوا وسام بيحكي القصة كاملة، هتشوفوه هو بيتدرب وبيدرب العناصر في غزة. وقتنا كان ضيق جدا، أشكركم على حسن المتابعة، تابعونا غدا في فيديوهات جديدة، أشكركم وتصبحون على ألف خير ومحبة.